طبيعه قناه الاهلي في كل مكان. الكابتن حمدي الصافي المدير الفني لانسان كره الطايره، مبروك يا كابتن حمدي، اول مباراه طبعا في البطوله العربيه. الاول عايز اكلمك على البطوله بشكل عام، كنا نتمنى يبقى فيها فرق اكتر من كده للمنافسه، احنا حاملين اللقب، لكن قول النهارده المباراه الاولى بالنسبه لك ازاي؟ الحمد لله طبعا على الفوز النهارده 3-0، مباراه افتتاحيه وكان مهم جدا ان احنا نحقق الفوز بدون خساره اي شوط، لان البطوله من مجموعه واحده والاشواط هتفرق في الاخر. البطوله عامه طبعا عدد الفرق يعتبر قليل، بس الحقيقه يعني موجود اقوى الفرق العربيه، موجود مدعم بمحترفين، عندنا فريق الصفاقسي عنده 2 محترفين، فريق مجمع البترول بيضم تقريبا معظم منتخب الجزائر، فاقوى 3 فرق تقريبا عربيه موجوده في البطوله، فده يدل على قوه البطوله. جمهور النادي الاهلي متعودين عليه بشكل كبير، المؤازر يا كابتن حمدي النهارده كمان ليه تاثير كبير من اول يوم، شايف ان الجمهور ده بيزود من نجاح البطوله وبيزود من حماس اللعيبه بشكل كبير ولا لا؟ اكيد طبعا جمهور الاهلي لا غبار عليه، معروف انه مساند لكل الفرق بتاعته، ليه دور كبير ان شاء الله في الفوز بالبطوله. بنطلب منه ان شاء الله الماتشات الجايه يتواجد بصوره اكبر ومساند اكبر، لان احنا عندنا ان شاء الله من بكره مباراه قويه جدا مع نادي الصفاقسي، فاز النهارده على مجمع البترول 3-2، فالمباراه دي هي تعتبر مفصل البطوله وهتحدد بشكل كبير طريق البطوله عامل ازاي. المباراه اللي جايه هتقولي للعيبه خلاص يمكن كل يوم مباراه، لكن عايز اتكلم انتوا باي امتى؟ على ما اعتقد 3 و4، عايزين برضه نشرح احنا ماشيين ازاي يا كابتن حمدي لغايه اخر يوم الجمعه. عندنا ان شاء الله مباراه بكره مع الصفاقسي، عندنا 3 راحه والاربع راحه البطوله. طبعا هقعد مع اللعيبه، الاداء النهارده طبعا متوسط مش عاجبني، بس انا عاذرهم، مباراه افتتاحيه، جمهور كبير جه اثر طبعا، هم بيلعبوا تحت ضغط جمهورهم ومجلس اداره جديد محتاج منهم البطوله وبيدعمهم، فطبعا انا عارف الضغط اللي على اللعيبه، بس ان شاء الله باذن الله بكره الضغط ده هيروح وهيبقى الاداء احسن باذن الله. شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن حمدي الصافي المدير الفني طبعا لانسات الكره الطايره بالنادي الاهلي، واكيد